سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تتناول تلك الورقة البحثية ميناء من أهم المواني التي ظهرت إبان القرن التاسع الهجري، وبالتحديد في عصر دولة المماليك الجراتسة، وبالتحديد من الناحية الاقتصادية وتحديدا أكثر من الناحية التجارية. سأعرض في خلال تلك الورقة البحثية نبذة أو نبذة صغيرة عن أهمية ميناء جدة أو جدة كما نطلق عليها في المسميين بمرادف أو بالمسمى بمعنى الكلمة هم معنى حسن. قسمناها إلى أهمية هذا البناء منذ القدم في الفترة الإسلامية وإلى أن وصلنا إلى فترة التاريخ المملوكي، وبعض استحدثنا بعض الوظائف الإدارية التي تمت في هذا البناء الهام في عصر دولة السلاطين المماليك الجراتسة تحديدا، والحديث عن أهم الطرق البرية والبحرية التي كانت تربط دول العالم بهذا البناء، وأهم الأسواق وأهم السلع المتبادلة التي كانت تتم في هذا البناء، والإجراءات الجمركية والرسوم الجمركية التي كانت تتم على السلع والبضائع في تلك الفترة، ثم ما كانت هذا البناء في على الخريطة التجارية العالمية، ثم ختاما بعوامل تدهور هذا البناء في أواخر القرون الوسطى وأواخر العصور الوسطى. أهمية ميناء جدة أو جدة ترجع إلى فترة كما ورد في بعض المصادر الإسلامية أن اختارها الخليفة الثالث عثمان بن عفان بناء لمكة على ساحل البحر الأحمر نتيجة لموقعها الاستراتيجي، بدلا من ميناء الشعيبية الذي كانت السفن تتعرض للتحطم على هذا الميناء وللغرق لما به من شعاب مرجانية كثيرة. ترجع أهمية ميناء جدة في هذه الفترة تحديدا إلى عوامل طبيعية من الموقع الجغرافي الخطير الذي كانت تتمتع به تلك المدينة، بالإضافة إلى العوامل البشرية الأخرى وهو ما أتى عليه المغول في الهجمات البربرية التي قاموا بها بإتلاف طريق الحرير أو الطريق الذي كان يمر من الشرق إلى الغرب مرا بوسط آسيا، أيضا ما أحدثه العثمانيون من تغيب على الخريطة العالمية في تلك الفترة من هجمات وحروب قاموا بها في القارة الأوروبية في الشمال، أدت أيضا إلى أن أصبح المرور خلال الطريق المار بوسط آسيا محفوفا بالمخاطر، بالإضافة إلى أن العثمانيين قاموا بالقبض على الجاليات الأجنبية التي احتكرت التجارة في المنطقة منذ أمد طويل، منها تجار المدن والجمهوريات الإيطالية لمساعدتهم البيزنطيين في العمليات الحربية، فتمت إنهاء الوكالات والمصارف أعمالها. كل ذلك كان إذانا بالالتفات إلى طريق آخر يجب الاعتماد عليه، وكان هذا الطريق هو طريق البحر الأحمر الذي ازدهرت فيه تلك المدينة أو ذلك الميناء. سياسة المماليك كانت تهدف إلى تنشيط الحركة في ثغر جدة وجعله الميناء الأول في البحر الأحمر، وذلك ليس رغبه منهم في الاعتناء بهذا الميناء، ولكن هي رغبه اقتصاديه في المقام الاول، وهي الحصول على النفوس والضرائب المفروضه على السلع والبضائع التي كانت ترد الى هذا الميناء بعد ان نال شهره عالميه. بدا الاهتمام هو الاهتمام الاقصى في عصر دوله المماليك في القرن التاسع الهجري كان على يد الاشرف باتسباي، لكن الاهتمام الاولي لميناء جده كان في عهد السلطان فرج ابن بتقوه الذي عين ناظرا لثغر جدة، وهو جابر بن عبد الله الحراشي الذي عمل على إنعاشه، فنراه يقوم على النهوض به ويقيم فيه بعض الإصلاحات العمرانية كي يصبح الميناء صالحا لرسوب السفن وخليقا بمنافسة الميناء الذي كان مزدهرا إبان تلك الفترة وهو ميناء عدن. ناظر مدينة جدة كان يدرك تماما عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، فنراه أنه كان دائما عينا للسلطان ومراقبا لما كان يقوم به شرفاء مكة في تلك الفترة، كما أنه كان يتواصل أحيانا لدى السلطان في تعيين من يراه بالولاية والعزل. أهمية جدة التجارية في العصر المملوكي أنها كانت سوقا تجاريا للتوابل الهندية
ومختلف السلع التي كانت ترد إلى هذا الميناء. لم يكن ينافسها في هذا الأمر إلا ميناء عدن في جنوبي البحر الأحمر، إلا أن سوق في تلك الفترة تحديدا سوق معاملة حكام اليمن لوسطاء التجارة الدولية في تلك الفترة وإثقالهم بالضرائب الفادحة، كل ذلك أدى إلى سحب البساط تدريجيا من ميناء عدن وتحويله إلى ميناء جدة. ويصور المقريزي طبعا في نص موجود في عام 825 هجرية أنه خرج من مدينة كالكوت في الهند نهضة، اللي هو واحد من البحارة اسمه إبراهيم، فلما مر على باب المندب جاوز إلى جدة بتراثه أنواع من السفن البضائع والتجارة حمقا من صاحب اليمن لسوء معاملته التجار، فاستولى الشريف حسن بن عجلان على ما معه من البضائع وطرحها على التجار، فقدم إبراهيم المذكور في عام 826 في العام التالي على باب المندب ولم يعبر عدن وتعدى جدة وأرسى بمدينة سواكن ثم بجزيرة تهلك، فعامله صاحبها أسوأ معاملة، فعاد 827 وجاوز عن عدن ومر بجدة يريد ينبع، وكان بمكة وقتئذ الأمير قرقماس، فما زال يتلطف بإبراهيم حتى أرسى على ميناء جدة بمركبين، فجامله أحسن مجاملة حتى قوي رغبته ومضى شاكرا مفنيا. في العام التالي عاد إلى ميناء جدة مباشرة ومعه 14 مركبا موثوقة بالبضائع مليئة بالبضائع، وقد بلغ السلطان خبره فأحب أخذ مكوسها لنفسه وبعث أحد المندوبين عنه لجبايتها. منذ تلك الحادثة تحديدا بدأت السفن التجارية تتوافد على جدة رويدا رويدا، ففي عام 829 رست بجدة حوالي 40 أكثر من 40 سفينة محملة بالبضائع، وفي سنة واحدة وعام واحد مر بجدة أكثر من 100 سفينة وهي تحمل البضائع. طبعا مرجع تردد السفن التجارية الموثوقة بالبضائع على ميناء جدة وحسن المعاملة التي كان يلقونها في ذلك الميناء، كل ذلك طبعا كان مؤثرا على بلاد اليمن، فقد حاول الأشرف الثالث إسماعيل بن منصور صاحب اليمن إعاقة رسوب السفن في جدة حينما لمس الخراب الذي حل بميناء عدن نتيجة لتحول السفن عنها إلى جدة، فما كان من الأشرف برسبائي إلا أن هدد بإرسال حملة حربية ضد اليمن، وكان هذا التهديد كافيا لوقوف هذا الأمر عند هذا الحد. الواقع أن دراسة ازدهار النشاط الحضاري لمنطقة ما يرتبط بشبكة الطرق المؤدية والخارجة من وإلى أي مدينة، وباستعراض الطرق التجارية البحرية والبرية التي كانت تخرج من ميناء جدة وتصل إليها، فنجد أنها كانت تمثل بؤرة لملتقى الطرق التجارية التي كانت موجودة في تلك الفترة سواء كانت برية أو بحرية، منها على سبيل المثال طريق مكة المدينة، طريق المدينة المنورة جدة، طريق جدة بلاد السرين على البحر الأحمر، طريق جدة عمان وحضرموت، طريق جدة البحرين، طريق جدة اليمن عدن وما أدرانا طبعا ميناء عدن بإزدهاره، طريق جدة العراق، طريق جدة القاهرة وبلاد الشام، وده من أشهر طريق الحج المصري الشامي. دي طرق برية. طرق البحرية جدة عيزاب وأيضا جدة السويس تحولت عنها إلى السويس ثم ميناء الطور بديلا للسويس فيما بعد، ثم جدة وسواكن وبلاد السودان، جدة بلاد الحبشة، جدة كلوة، جدة عدن، كل دي خطوط بحرية، جدة سيراف على الخليج الفارسي، جدة سيلان سرنديب، جدة الصين، جدة الهند، كل هذه طرق تجارية كانت تتم عن طريقها السفن التجارية من كل هذه البلدان تأتي وتخرج من هذا الميناء. وكان طبيعيا جراء ازدهار هذه الطرق التجارية والبرية التي تخرج من جدة وتصل إليها من مختلف البلدان العالم شرقا وغربا أن شهدت نموا سكانيا لكثرة الجاليات، بدأت تتوافد الجاليات وتصبح لها استقرار في هذا الميناء الحيوي، فأصبحت تموج بالكثير من العناصر السكانية من مختلف البلدان، فتطالعنا المصادر عن وجود جاليات كبيرة من المغاربة الذين كانوا مهرة في علم الفلاحة تحديدا بصفة خاصة المغاربة، ووجود العنصر المصري بالإضافة إلى عناصر من بلاد التكرور وعناصر سكانية من عرب شبه الجزيرة العربية من قبيلة الحضارمة أو الحضرميون من اليمن الذين كانت لهم حارة موجودة في هذا الميناء ورثت بحارة اليمن، يضاف إلى ذلك تلك الجماعات السابقة عناصر سكانية من مسلمي الهند والزيالعة من نسبة إلى مدينة زيلة على البحر الأحمر والمقادشة إلى آخره.
بالإضافة إلى سمعنا في هذا البناء على أسواق منتشرة جدا عرفت معنى التخصص، فسمعنا عن أسواق كثيرة جدا منها سوق الحدادين والنكارين والأقمشة والسمك والحلي، أسواق كثيرة جدا وردت في المصادر، وكلها وبعض هذه الأسواق كانت مرتبطة بالحياة الاجتماعية لأهل جدة مثل أسواق العطارين وأسواق ماء الورد، كلها مرتبطة بعادات تخص أهل جدة وأسواق الهنود وأسواق النعال والصنادل وغيرها وأسواق القرب إلى آخره من هذه الأسواق. بالإضافة إلى ذلك أن حركة البيع والشراء داخل هذا البناء كانت خاضعة لشخص المحتسب في تلك الفترة الذي كان يراقب الباعة ويضبط من يحاول التلاعب منهم في الأسعار والأوزان والمكاييل وغيرها، بالإضافة إلى فحص الأطعمة والمشروبات وخلافه. بالنسبة للجمارك يعتبر الحريص على الإجراءات الجمركية بين فترتين تحديدا، الفترة الأولى التي كانت جدة خاضعة لأشراف مكة، ودي طبعا قبل عشرينيات القرن التاسع الهجري، وطبيعي جدا أن أي ازدهار تجاري أو جزء تجاري المكوس طبيعي كانت المكوس والضرائب والرسوم تذهب إلى شريف أو إلى أشراف مكة، لكن من بعد أن تحولت إلى بندر خاص بالسلطان بارستاي يعين من يشاء فيها، منذ تلك الفترة أصبحت الرسوم والضرائب المقررة تجبى لصالح سلاطين المماليك في قلعة الجبل بالقاهرة، وهي جباية العشور، يؤخذ العشور عن التجارة الواردة على السفن، يقدر الثمن البضاعة ثم يؤخذ العشور، وأحيانا كان السلطان يناصف شريف مكة في هذه العشور بحيث أنه لم يهمله إهمالا تاما. هذا في عجالة سريعة جدا بعض الأشياء الواردة عن ميناء جدة والزهار التجاري في القرن التاسع الهجري، وشكرا.